مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأولى حلقات برنامجنا يا مدحين. يا مدحين برنامج لكل مدحين مصر إبلي وبحري من قناة مصر البلد، هدية لكل مدحينا إن احنا نرجع ونقول والكلام يحلو في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما عودناكم مع أنغام فرقة مصر البلد مع المدحين. عازف الكمان الأستاذ عماد سعيد، عازف الكولة وعاشق الكولة الحج أحمد الأرنب، وعلى لمسات مبدعة على آلة العود الأستاذ عبد الرازق محمدي، وعاشق الإيقاع الأستاذ عصفور علام، ومداعب الرق اللي قلوبنا معاه بترق الحج صلاح السرسي، وعلى آلة الدهلة حمدي الأرنب. مشاهدينا الأعزاء، مع نجم من نجوم المديح في مصر ولأول مرة حصريا على قناة مصر البلد، هنقدم لكم مداح هتسمعوه هتعيطوا معاه وهتضحكوا معاه وهتلاقوا مشاعركم بتستناه. مع المداح الكبير الشيخ خيري داوود. يا مداحي اسمنا لإوات الأمة.
Thank you.
تقي وكمان تقي لكم قصر وبعد أن استمعنا واستمتعنا مع فقرة المبدع الشيخ خيري داود، متشوقون لفقرة جديدة مع مخرجنا المبدع محمود النجار، مع المداح الجميل الشيخ رمضان حسن، هيبدع وهيسمعنا أجمل صوت هتسمعوه مع أجمل مديح والشيخ رمضان حسن. يا مداحي شرينا مفروض واحد.
بتربي وبتعلم
بتعدي. يابا 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 يابا
عشنا واستمتعنا مع فرقة مصر البلد للإنتاج الفني والتوزيع على هذه الأنغام الجميلة، وليلة جميلة وسهرة جميلة وبرنامج يا مدحين. برنامج يا مدحين هو دعوة مفتوحة لكل مدحين مصر، مكانكم هنا وبرنامجكم هنا، وأيضا كل اللي هيطلبنا طلب أي مداح إن شاء الله إحنا معاكم وهنجيلكم، وإحنا كقناة مصر البلد مع محبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الأعزاء، عشنا معكم حلقة من برنامج يا مدحين، نقابلكم إن شاء الله في حلقة جديدة وتكونوا سعداء ومرتاحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مدحين يا مدحين سيدنا النبي دابت قلوبنا، لما نصلي على النبي ترتاح قلوبنا. I'm not afraid.